الفكره بتاعت المعارض دي والتجمع اللي هي استفزتني في فتره من الفترات وانا معلم بانه الناس ما عندها او يعني بالنسبه لها ما عندها علم بتاريخها، ما بتراثها، بكل الاشياء المحتويه من السابق على اساس ان امه بلا تاريخ الامه بلا مستقبل. هو طبعا في يعني انت لما تبحث عن شيء جايز مره تلقاه او ما تلقاه، لكن المتعه في انك انت تبحث وتبحث وفي الاخر تجد الحاجه. يعني انا بعملي كله انه بجمع اشياء مشتته او مجدوعه ساي بناء كلها، بعمل لها قيمه جماليه واللي هي بعمل لها قيمه. يعني لما تجمعها بتعملها بيكون شنو عندها قيمه تاريخيه وقيمه جماليه. فمثلا الاشياء اللي بجمعها دي انا يعني بمتع نفسي اولا، في نفس الوقت حتى بعد ذاك افكر بانه مثلا هي تعرض وانا اكون قدمت حاجه. أنا هوايتي أساسا كانت جمع صور. جمع صور دي خلتني أنه أفكر أنه أجمع أكبر عدد من الصور اللي هي على أساس أنه أعمل بها شغل معرض عشان أعرف بيه. وبدأت بمعرض، أول معرض لي اللي هو سنة 1993 بمعرض رياضي اللي هو كان في إغاعة الصداقة الخرطوم. بعد ذاك طوالي الفكرة بدل قلت يعني لقيت أنها حاجة مصغرة في وسط معين، الفكرة جات أنه عمل المعارض للجانب السياسي التاريخي عامة وبرضو السياسي الثقافي كل الأشياء ما دام هي بقت تراث وبقت من الماضي أنا أجمع أبدأ في جمعها. وبالفعل أول شيء جمعته اللي هو بدأت أجمع في الصور الفوتوغرافية في الصحف والمجلات في كل ما يخص المراجع التاريخية من سياسة لشغل مثلا تراثي في الكلور، كل الحاجات الأشياء النادي أنا حاولت أجمعها كلها مع بعض. بالنسبة للأشياء جمعتها دي القيمة بتاعتها أنا تخلي أو في نظري أنا أي شيء يعني فتشت له ودعبت دخلت له مكان معين هنا هو له قيمة. يعني الفونوغراف بيساوي لي كتيب، بيساوي لي جريدة قديمة، بيساوي لي لأنها بنفس المتعة بتاعت شنو أنا في المتعة بتاعت أنك أنت تلقى الحاجة. فلما تكون حاجة نادرة جدا وأنك تلقاها فانت بالنسبه لك بديك متعه عاديه. عندي الجمعه دي يعني الا يكون انا شغال مثلا في حاجه معينه دي اللي هي لحته معينه للبحث اللي هي بمشي بيها مثلا الدلاله. في نفس الوقت قاعد استهدف بعض الاسر القديمه مثلا في مدرمان او الخرطوم او غيره، بقوم بستهدفها على اساس انها دي احتمال يكون عندها شيء كده مثلا والدهم كان شغال في وزاره معينه او من ناحيه اجتماعيه كان له صيت معين او فبحاول ابحث بنايه. يعني الحاجه المؤسفه انه يعني لقيت في بعض المناطق او في عند الاسر يعني لقيت حاجات غيمه جدا جدا لكن ما مدينا. يعني مثلا مئات الصور تساوي مليارات مجدوعه في كرتونه وبدت الارض تاكلهم. اللي هو من بعض الرواج الروسيه. الرواج الروسي اللي هو خش في السبعينات. شوف شوف حتى بيجي لك خرطه.